عايزين نتكلم في الشرط ده على ترانزستور. خلصنا، لو بصينا في الكورس سيلابس خلصنا سيميكر دايدز، خلصنا ده ابلكيشن، نخش في البايبولر جنكشن ترانزستور ثم دي سي بايزنج. ثلاثة لايرز من السيمي كوندكتورز. لو جينا نستعرض شكل الترانزستور، هو ده شكل الترانزستور العام بتاعنا ده، له 3 أطراف، والأشكال اللي فوق دي عبارة عن شكل الترانزستور في ستينات، وكنا بنسميها الفاكيوم تيوبس، ودي كانت بتستخدم بديل على الترانزستور في حد بداية الستينات يعني. بعد كده تطورت الأمور وأصبح نستخدم الترانزستور، وبعدين بدأنا نخش حاليا في الانتجريت سيركس او الدائرة المتكاملة اللي ممكن نحط فيها ملايين الترانزستورات على مساحة صغيرة. ايه هو الوسط؟ الترانزستور عبارة عن الترانزستور عبارة عن الكترونيك كومبوننتس used in circuits to control large amount of current or voltage with small amount of voltage or current. بمعنى ايه؟ بمعنى ان تطبيقات الترانزستور ان جنرال عبارة عن سيريال ديفايس، يعني ممكن دايس بي ان او ان بي، هنا يبقى سيريال بي ان بي او ان بي ان. المين فانكشن في الترانزستور لحد الليفل بتاعنا ده ان هو بيستخدم في الامبليفيكيشن في عملية تكبير، واستخدم برضو كسويتش لحد ما نشوف بعد كده ماذا يحدث في الابليكيشن الاخرى. يعني شكل الترانزستور زي ما شايفين هنا عبارة عن 3 لاير، بي ان بي ان او ان بي ان. زي ما شايف هنا عشان الترانزستور ده يشتغل كامبليفاير لازم يشتغل في ريجن اسمه الاكتيف ريجن. الاكتيف ريجن ده بيقول ان هو لازم يكون الطرف بين الاميتر والبيز فورورد، زي ما شايفين هنا ده موجب سالب، والطرف بين الكوليكتور والبيز ريفرس، بمعنى ان الـ3 أطراف بتوع اللي هما الاميتر والبيز والكوليكتور في البي ان بي لازم يكون الاميتر هو البوزيتيف والبيز هو النيجاتيف، والكوليكتور هو النيجاتيف والبوزيتيف بتاعي هو البيز. بالعكس لو كان ال ان بي ان برضه لازم تكون الفصل الاولانية دي لو ال ان بي دي فورورد، وبالتالي انا سالب وانا موجب، ويكون ريفرس بمعنى كان يكون انا موجب وانا سالب. ده الفرق بين البي ان بي والان بي ان. زي ما انت شايف اختلاف هو البولاريتيز، وبالتالي شكل الدايركشن بتاع الكرنت هيتغير. الاوبريشن بتاع الترانزستور هو في منتهى البساطة عبارة عن ادي البي وادي الان بي. هناخد ده احد الاكزامبلز، هنا البي هنحط فورورد دايركشن، ادي بوزيتيف مع نيجاتيف، في ريفرس دايركشن بحط النيجاتيف مع البوزيتيف. بص تلاقي التيار بيطلع من الكومبوننتس، مين كومبوننتس من التيار بيطلع من الاميتر رايح الكوليكتور، والسهم الكبير ده في جزء من التيار بيروح للبيز وبنسميه اي بيز، وجزء بيطلع للكوليكتور مباشرة اي كوليكتور. فزي ما شايف ممكن أقول بمنتهى البساطة إن هو عبارة عن التيار الأميتر بيساوي مجموع تيار البيز زائد تيار الكوليكتور. تاني لازم يكون الأميتر بيز جانكشن فورورد والبيز كوليكتور جانكشن تكون ريفرس بايز عشان يشتغل من الشغل في الأكتيف ريجن اللي هو بيشتغل كامبليفاير. زي ما قلنا في قبل كده في الجزء اسمه ديبليجن ريجن ده موجود بالفعل في ترانزستور زي ما كان موجود بالفعل في الدايركس. السهم الكبير بسميه ماجورتي كاريرز، السهم الصغير ده بسميه ماينورتي كاريرز. بمعنى الماينورتي كاريرز عبارة عن في الالكترونز في البي رايت، وهنا بالظبط الهولز الموجب مع الموجب البي، هنا الماجورتي كاريرز بصفة عامة. الاكسترنال بايس بتاع بي اي والبي سي سي. التيار في ترانزستور هناخد احد امثله برضه ان بي ان ترانزستور، زي ما احنا شايفين برضه لازم تكون ده فورورد لازم تكون دي ريفرس. الاميتر كارنت اللي هو الاي اي ده عباره عن مجموعه الاي كوليكتور بلس الاي بيز.
الكوليكتور كارنت نفسه في حد ذاته بيساوي قيمتين، اي كل اي سي ماجوريتي واي سي ماينوريتي، الواي بنسميه الاي سي او. خد بالك لو رجعنا للسلايد اللي فاتت، في عندي ماينوريتي ماجوريتي كاريرز. هناخد الأشكال المتعددة للتوصيل، ده common base configuration، معناه إن البيز هي اللي common، common بافتراف البيز common بين الميتر وبين البيز، وأيضا البيز ده common بين البيز وبين الكوليكتور، ده في حالة ال PNP. بس خد بالك هنا ال PNP معناه السهم داخل، لو كان NPN بيبقى السهم خارج، وزي ما انت شايف اتجاهات التيار بتبقى مختلفة، لكن في كلا الأحوال البيز هي اللي بتكون الطرف الكومن في الدائرة. هنيجي نعمل تجربة عملي عشان نعرف الـ input characteristics. الـ input characteristics معناها ايه؟ معناها العلاقة بين التيار IE وبين الـ voltage VBE. هتبص تلاقي في تشابه كبير بين الـ characteristics بتاع الترانزستور والـ diodes، بمعنى انه زي ما شايف الـ 0.6 هي الـ critical بتاعت الـ الكريتيكال فاليو بتاعت السيليكون دايز، كل ما بتزود تغير الفولش بين الفولش والكوليكتور بيس بيتأثر قيمة التيار وقيمة الفولتج مع القيم المختلفة للتيار بتاع الإنفرتر. هتعملوا برضو الكلام ده في التجربة، هتلاقي العلاقة بين الاي سي والفي سي. هتبص تلاقي هنا العلاقة هنا غريبة شوية، لما بتبدأ تيجي توصل التيار بيزيد وبعدين جاي ثابت، لما يكون الأيمتر بيساوي 1 مللي أمبير. خد بالك العلاقة بين الأي سي وبين في سي، لكن بتغير بالظبط، بتغير هو تيار المتر لاندن. هتبص تلاقي برضه بتزود التيار بتاعي يطلع لك 2 مللي أمبير، زود التيار 3 مللي أمبير. هتلاقي حاجة عجيبة هنا بالشكل، هنا ممكن أقسم الشكل ده إلى 3 ريجن، الجزء اللي تحت ده بسميه اكتيف كات اوف ريجن، وده بسميه ساتوريشن ريجن، وده بسميه الاكتيف ريجن. الاكتيف ريجن ده هو اللي بيشتغل فيه الترانزستور كامبليفاير. الجزء الساتوريشن للكات اوف او الكات اوف للساتوريشن بيبقى الترانزستور شغال كسويتش. تاني الاكتيف ريجن هو ريجن اللي بيشتغل فيه الترانزستور كما لو كان كما كان في الامبليفيكيشن، ترانزيشن من الساتوريشن للكات اوف او من الكات اوف للساتوريشن عبارة عن كسر ترانزيشن موضوع السويتش. فالجراف ده demonstrates ال output current IC مع VCB for very different values of IE. هتعمل التجربة دي عملي وهتوضح القيم دي، تعرفه بالظبط ازاي التيار بيبقى يثبت في الجزء بتاع الاكتيف ريجن. زي ما نشوف الريجن اللي عندنا في الاكتيف ريجن ده بيبقى امبليفاير، كات اوف والساتوريشن الامبليفاير بيشتغل كما لو كان فيها. هنعمل شوية ابروكسيميشن عشان نكتشف المعادلة بتاعتنا. الميتر كارنت تقريبا بيساوي الاي سي، والفي بي زي متر 7 من 10، وده واضح من الكيرفات اللي فاتت، وكان الفي بي حال تقريبا حوالي 7 من 10. في بعض المعاملات الترانزستور ده، في معامل اسمه الفا، وده علاقة بين الاي سي والاي اي. الفا ده تقريبا ايدلي بيساوي 1، لكن القيمة العامة او القيمة الفعلية بيكون اقل من 1 في حدود 9 من 10. الفرق ده جاي منين؟ جاي انه فاكرين ان هو كان التيار البيز جزء من الاي ام متر، فبالتالي الجزء بتاع الاي بيز ده صغير، فبالتالي ممكن نقول فعلا الكلام ده صحيح ان الفا ده تقريبا 1. ده في الدي سي مود. الالفا في الاي سي مود بيبقى التغير فقط، يعني هنشيل نحط بدل الاي سي دلتا اي سي، وبدل الاي هنحط دلتا. ده ازاي الترانزستور، مثال الترانزستور ازاي بيشتغل كامبليفاير. عندنا داخل فولت 200 مللي فولت، وعايز اعرف الاوتبوت بتاعي كام. هطبق قانون كيرشوف على الدايره بتاعه الانبوت دي، اي بتساوي في اي على ار اي، هيطلع لي 10 مللي أمبير اللي داخل، وأنا عندي في المعدات أي سي بيساوي أي إي، وأي إل تقريبا هو الأي أي، 10 مللي أمبير نفسه هو هو،
والبي ال اي ال اف ار، لو ضربت دول في بعض تلاقي 50 فولت. 50 فولت دي اللي طالعة اللي عندي دي اللي هو البرش على اللود. يبقى لو جيت تشوف معامل التكبير بتاعك اللي هو الاوت على الانبوت هيطلع لك 50 فولت، اللي طالع الاوت اللي انت مدخله 200 ملي يطلع لك 250 مرة. معنى كده ان معامل التكبير بتاع الترانزستور ده ممتاز تقريبا، يعني ان معامل التكبير زي ما انت بتشوف 250 ملي. معناه ايه 250 مرة؟ معناه انك لو ده كل ما بتدخل قيمة بيطلع 250 ضعفها في الاول، وده بنسميه معامل التكبير بنرمزه بالرمز EV. ايه معناها amplification و بي معناها amplification of voltage. الكونفيجريشن التاني هو الكومن بيز. طب لو كان الكونفيجريشن او التوصيله بتاعتي الكومن انفرتر، كومن انفرتر معناه ان الانفرتر هو اللي كومن في الدايره، زي ما انت شايف الانفرتر هو الكومن فاليو بين البيز وبين الانفرتر، وايضا بين الكوليكتور وبين الانفرتر. نفس المعادلات هي هي بالظبط، بس هنا البيز بقى داخل وعندك تيار الاي كوليكتور. الاي كوليكتور هو اللي داخل عندك وخارج من عندك الايمتر لايت. معنى كده ان الاي كوليكتور بيساوي ايه؟ لو شفنا قانون كيرشوف او النود اكويشن هتبص تلاقي مجموع الاي بي زائد الاي اي هيساوي الاي سي. دي المعادلة الاشكال هتعملها في التجربة، العلاقة بين اي سي وفي سي اي لقيم مختلفة من تيار البيز، وده علاقة بين الاي بيز وفي بي. دي بنسميها البيز كاركترستكس، ودي بنسميها الكوليكتور. كوليكتور معناها ايه؟ معناها بي سي اي واي سي. بيز معناها علاقة بين الاي بيز وفي بيز. هتعمل التجربة دي برضه هتبص تلاقي في عندنا 3 ريجونز، ساتوريشن ريجون والكات اوف ريجون والاكتيف ريجون اللي هو بيستخدم كامبليفاير. في الكومن ايميتر كونفيجريشن عندنا معاملات برضه هنستغلها من قوانين كيرشوف، الاي اي بيساوي اي سي زائد اي بيز، وكان عندي الفا عرفتها قبل كده اي سي بيساوي الفا اي اي. عوض من المعادلتين دول يطلع لك بالظبط ان اي سي بتساوي اي سي اي الفا اي زي ما هي هنا. الحقيقة في تغيير صغير هنا ممكن نعمله بنسميه المانيوتي كوليكتور كارنت. ده عبارة عن ده قسم small value can be ignored، ممكن نعمل إلا إذا كان في الهاي باور ترانزستور، ودي هنشوف حالة خاصة بعد كده. لما الـ IB بتساوي زيرو الترانزستور بيكون off، ولكن في some minority carriers بنسميه ICU. معنى ICU معناه إيه؟ تيار من الكوليكتور مثلا لما يكون البيز open. ICU عبارة عن إيه؟ عبارة عن ICBO اللي هو تيار البيز على 1 ناقص ألفا لما يكون البيس كارنت بيساوي زيرو. ده تعريفات هنشوف ازاي بنطبقها في المسائل بتاع الاي سي على التغير بتاع الاي بي. هيطلع لك بالظبط بيتا بتساوي 100. البيتا ده البيتا اي سي. لو عندك كونستنت فاليوز عشان تطلع بيتا دي سي بتيجي عند القيمة 2.7 × 10^25 مايكرو، تقسمهم على بعض لما يكون في سي 7.5 اللي هي القيمة المحددة في الشكل ده يطلع لك قيمة 108. في معظم الأحوال بيتا إي سي تقريبا بتساوي بيتا دي سي. في علاقة بين بيتا وألفا؟ في، لو رجعت للمعادلات اللي فاتت تقول إن ألفا بتساوي بيتا على بيتا بلس 1، وده قيمة زي ما أنت شايف أقل من 1، أو بيتا بتساوي ألفا على ألفا ناقص 1. العلاقة بين الكارنس والبيت والسواب دي عبارة عن هناخد الاي اللي بتساوي سي زي اي بيز، هنعوض من المعامل من المعادلات دي في المعادلة العامة. هطلع لك الاي سي بتساوي الاي سي الاي سي بتساوي بيتا اي بيز معروفة، يطلع لك بالظبط الاي بتساوي بيتا بلس 1 في الاي بيز. عبارة عن كولكشن تعويض مباشر بين القوانين المعادلة. الكونفيجريشن التالت او الشكل التالت التوصيل هو بنسميه كومن كولكتور، لما يكون الكولكتور هو اللي كومن، زي ما انت شايف الكولكتور هو اللي كومن بين البيز وبين الانفرتر. ده الشكل في حالة ال بي ان بي او حالة ال ان بي ان، زي ما انت شايف الاختلاف فقط في البولاريتيز بتاعة البطاريات وايضا في اتجاهات التيار. هتعمل التجربة دي برضه لكومن كولكتور كونفيجريشن، زي ما انت هتشوف العلاقة بالاي سي والبي سي اي.
القيم مختلفة من عندنا للتيار بتاعة الاي بيز. هتبص تلاقي عندي برضه نفس نفس الكونفيجريشن دي، بتدي نفس الساتوريشن ريجن والكت اوف ريجن والاكتيف ريجن. في حاجة اسمها الاوبريتنج ليفلز بتاع الكلتش كونفيجريشن، بمعنى ايه؟ انا مش عايز ادي باور للترانزستور او اشغله في باور قيمة الباور اعلى من القيمة اللي هو يتحمل. المنطقة الزرقاء البلو اريا دي معناها بنقول لك لو سمحت ما تشغلش الترانزستور في الاريا البعيدة دي، اللي هي ممكن يحصل فيها الباور ديسيبيشن بتاع الترانزستور بتكون عالية وممكن يحصل دامج للترانزستور، عشان كده بنسميها اوبريتنج ليمتس لكل كونفيجريشن. زي ما انت شايف هنا القيم دي اللي الازرق ده ما نساعدهاش، القيم الزرقاء دي نخلينا فقط في التلاتة ريجن، ده الساتوريشن وده الكاتوف وده الاكتيف ريجن، منحاولش نوصل للقيم العالية دي من الفولت. الباور ديسيبيشن اللي هي القدرة المستهلكة في الترانزستور بي سي ماكسيموم بي سي بي اي سي، ده في حالة الكومن بيز. شوف خد بالك هنا البيز هنا بي سي بي في بي سي بي سي بي. طب في الكومن إيميتر هنشيل البي سي بي نحط بي سي واي سي، ده الباور ديسيبيشن اللي ممكن يتحمله الترانزستور. كومن كوليكتور هتبص تلاقي بي سي اي والاي اي، ده اللي هو زي ما انت شايف قيم البار القوانين بتاعتها بتتوقف على اي كونفيجريشن هنشتغل بيه. هل بنشتغل في ال اك في ال كومن اميتر ولا الكومن بيس؟ الشكل ده بيبين اشكال الترانزستور في الحالة العملية، عبارة عن ثلاثة تيرمينال ديفايس زي ما انت شايفه كده، وده علشان نعرف الاطراف من بعضيها. دايما بيبقى عندي هنا الاميتر والبيس قريبين من بعض، الكروت بعيدة شوية، لكن هو 3 تيرمينال. ده اكزامبل ومحلول، لو نديكو ودي بعض الاشكال اللي هنعملها. ده الشكل اللي بيتكلم عن العلاقة بين الاي سي وبين الفي سي اي، ده برضه في حالة الكومون اميتر، ودي التجربة دي هنعملها عملي. عايزين نشوف الدي سي بايزنج بتاع الترانزستور ده، يعني الترانزستور بيكبر السيجنال. طب عشان الترانزستور يكبر السيجنال لازم نكون نغذيه بباور، هو ده بنسميه دي سي بايزنج بتاع البي اي تي. يبقى دي سي بايزنج ده محتاجينه عشان ايه؟ عشان الترانزستور يشتغل. هيشتغل ايه؟ هيشتغل ممكن يشتغل كامبليفاير او ممكن يشتغل كسويتش. في مختلفة للبايزنج لكن نعرفه تاني بالكلام الاكسبريشن التكنيك اكسبريشن. بايزنج دي سي فولتج ابلايد تو ترانزستور تو تنت اون سو ذات ات كان بي امبليفاير اي سي سيجنال. يبقى الترانزستور مش هيقدر يكبر السيجنال اذا كان واخد دي سي. لازم الترانزستور ده يكون البايزنج بتاعه بالقيم المحسوبة، مش هقدر احط اي بايز correctly operated بايز to correct to operate correctly. لازم يكون البايزنج بتاعه مظبوط عشان يشتغل صح. زي ما شفنا برضو الاوبريتنج بوينت بتاعها الكيو بوينت، زي ما شفنا في حالة الدايز برضو في كيو بوينت للترانزستور اللي هي بالظبط قيمة البايزنج اللي انا حاطه من الدي سي باتري او دي سي فولتج عشان الترانزستور يقدر يكبر. ده الاوبريتنج بوينت عندنا زي ما شفنا قبل كده، لازم لا نتعدى، لازم نشتغل في المنطقه الوايت اريا دي. بعد الحكايه دي بنسميها بعد القيم دي كلها ما ينفعش نشغل الترانزستور في البلو اريا دي. في عندنا هنا قيم مختلفه جدا اللي هي بي وسي ودي، كل القيم دي مناطق ممكن اشتغل عليها الدايز وانا في السيف سايد، يعني دي بنسميها الكوبون. الكونديشن بتاع عشان احصل على الشكل ده اللي هو بنسميه الدي سي انبوت، الفي بي زي ما احنا شايفين ان هو 7/10، والاي اي تقريبا بيساوي الاي سي، والاي سي بيساوي بيتا اي بيز معادلة اللي فات. في عندنا قلنا في عندنا تاتا ريجن اللي هو الاكتيف او لينر ريجن، ده بيكون البيز والاميتر فورورد والبيز كوليكتور ريفرس، ده في الاكتف. حالة الكاتوف
الميتال جانكشن ريفرس بايز، في حالة الساتوريشن كده هما فورورد بايز. في الانالوج بايبيشن امبليفاير كوي بوينت ديسبلايز صوت ذا ترانزستور في الاكتيف ريجن. For digital operation, a cue point is placed so the transistor does the contrary switching from on to off. عشان يقدر يتنقل switching من الزيرو للوان. Cue point دي should be stable. طبعا في هنا بعد كده هنشوف تأثير الحرارة على تغيير الترانزستور بالصفة. طب في أنواع من البايزنج؟ في أنواع كتيرة جدا من البايزنج للترانزستور. في دايرة بنسميها fixed bias، في emitter stabilized bias، collector emitter loop، في voltage divider bias، DC bias و voltage feedback، miscellaneous bias cassette. هنكتفي بثلاثة من دول بس. تعال نشوف أول واحد منهم يبين لنا بالظبط. most common bias circuit هي ال fixed bias، بدنا نشوفها دلوقتي حالا، اللي هو ال biasing الثابت. بيبقى fixed bias عبارة عن ال fixed bias with emitter resistor emitter stabilized bias circuits و collector emitter bias و voltage divider bias. تعال نشوف دي أحد أشكال ال fixed bias اللي احنا شايفينه بالظبط بقى في الدايرة دي. ال biasing جاي من ال VCC، فال VCC جزء منه رايح فين؟ رايح لل collector خلال ال RC، وجزء رايح لل emitter لل base من خلال ال R base. المكثف ده بنسميه مكثف ربط، بيمنع ان الدي سي ده يروح فين؟ للاي سي ام. ده المكثف ده بنسميه كابلينج كاباسترز، ده اللي باخد من عليه الاوبت، ده برضه بيخلي الاي سي اوبت سيجنال معلهاش الدي سي بتاع البايزنج بصفة عامة. القوانين اللي بتحكم الفيكسد بايز دي هي قوانين كيرشوز وقانون اوم. تعال نشوف على سبيل المثال البي سي يساوي ممكن يساوي لو مشينا بالطريقة ده يساوي التيار اي بيس في ار بيس زائد الجهد بي بي عشان اوصل لهنا. ممكن اوصل من الطريق ده اقول البي سي سي بيساوي الفولت على المقاومة زائد الفولتج ما بين البي سي. شكرا.